المستوردين كلهم ابتدوا يروحوا للسوق السوداء عشان يسحبوا دولارات على قد ما يقدروا. البنك او وجهة نظر البنوك كانت فاكرة ايه؟ وجهة نظر البنوك والله احنا بنلم الدولارات اللي في السوق السوداء عشان نقضي على السوق السوداء. ما هو اصل السوق السوداء دي مش هتفضل على طول معاها دولارات، هتخلص صح؟ فهو ده المغزى، قال لك والله اولا احنا هنكسب 20% على كل صفقة استيراد، وفي نفس الوقت هنحد من السوق السوداء. هي اللي حصل العكس تماما. اللي حصل حضرتك ان دلوقتي السوق السوداء حصل فيها حالة صرع، لان فعلا الدولارات ابتدت تقل، ده اولا. تاني حاجة ابتدت المستوردين تتخانق على الدولارات داخل السوق السوداء، فالاسعار ابتدت تعلى. ليه؟ لان خد بالك ان محدش مسيطر على السوق السوداء، يعني السوق السوداء ده مش سيستم محطوط وله قواعد، لا لا لا، دول حبة تجار في بعض. فمثلا لو انت رحت التاجر قلت له انا عاوز دولار، قال لك ب60، خلاص لو وافقت هيبقى ده سعر الدولار في السوق السوداء، لو رفضت هيبقى 59 جنيه هو السعر بتاع السوق السوداء. فهي عرض وطلب، هو سوق، هو مش بنك، هو مش سيستم، مش اي حاجه. فالعرض والطلب ده بيخلق لك كذا سعر، بيخلق لك مزايدات في السوق.